نزه شوية. احنا حدا كوكر شاي هذيك الغابة في لكسمبور، كامل السقيل البقيرات ليه. الله يلا الواحد يجي يريحها، يتسنت عظيماته. اول حاجة بعد الامن، الامان، واحد الاحساس اللي كتحس بيه في شي بلايص اخرين، كتحس بواحد الطمأنينة، حيت عارف ما غاديش يجي شي واحد يزالك شي غريسيك ولا اي. هذا عرفتي شنو هو اللي عنده رزقه قوته اليومي وعنده الصحة وكيحس بالامن والامان، بحال عنده خير ما في الدنيا. ولكن شي حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كيهضر على القضية هذي، زعما اللي صبح عنده صحته وعندو قوت يومو وعندو أمن والأمان وعندو كلشي. انتي الحال سخون زي صيف، وإلا عجبتني هاد المدرسة هادي واقيلا شي مرة نجي هنايا نجيب الشوفالي ديالي ونبدا نرسم هنايا، بس ندبر على شي رومورك ندير في بشكلات ونبدا نجي هنايا نجيب معايا الماكلة ديالي وداكشي ندوز كاين باراسول كاين كلشي نجي هنايا. عجبني هاد البلاصة، غنمشي ندير فيديوهات ليه، حيت هاد البلاصة اللي كتبان لكم صفرا كداش فيها على الفيديوهات كان باقي كان الجو كان هادشي خضر، دابا تبدل سبحان الله العظيم. كرسي لهيه